أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا النهاردة مع درس جغرافيا بعنوان السياحة. الهدف من درسنا النهاردة إن احنا نتعرف مع بعض على المقصود بالسياحة، إن احنا نقدر نميز بين أنواع السياحة، إن احنا ندرك أهمية السياحة. زي ما احنا عارفين طبعا يا سنة رابعة وانتوا خدتوا في العربي إن مصر بلد سياحي يأتي إليها ملايين السياح من كل بقاع الأرض وعلى مدار العام. فما المقصود بالسياحة؟ المقصود بالسياحة هي انتقال الفرد لزيارة أماكن معينة داخل وطنه أو خارجه. يبقى المقصود بالسياحة هو انتقال الفرد من مكان إلى آخر سواء داخل وطنه أو خارجه. مقومات السياحة، ما المقصود بكم مقومات السياحة؟ مقومات السياحة يعني عوامل الجذب السياحي، العوامل اللي بتجذب السياح، اللي بتخلي السياح يأتوا لزيارة مصر. أولا بسبب موقع مصر المتميز بين دول العالم، وده اللي خدناه مع بعض إن مصر تتوسط قارات العالم آسيا أفريقيا وأوروبا. كمان عندي مناخ مصر معتدل طوال العام خاصة في فصل الشتاء. كمان عندي المناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ، الآثار المتنوعة التي تركها المصريون عبر العصور. كمان عندي أنواع من الرمال أو العيون المائية التي تساعد في علاج العديد من الأمراض مثل عيون موسى بسيناء. إذا بيجي لنا الجزء ده سؤال، بما تفسر يقبل السياح على زيارة مصر؟ بسبب موقع مصر المتميز، مناخ مصر المعتدل، وجود المناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ، تنوع الآثار، وجود أنواع من الرمال والعيون المائية التي تساعد في علاج العديد من الأمراض مثل عيون موسى في سيناء. هنعرف مع بعض أنواع السياحة. تنقسم السياحة إلى سياحة داخلية وسياحة خارجية. زي ما قلنا من شوية إن السياحة الداخلية هي انتقال الأفراد لزيارة أماكن داخل وطنهم، زي ما احنا قلنا هنروح نسافر اسكندرية، شرم الشيخ، العين السخنة، الغردقة، تبقى دي السياحة الداخلية. أما السياحة الخارجية هي انتقال الأفراد لزيارة أماكن خارج وطنهم، إن أنا أسافر لأداء حج أو عمرة في السعودية، إن أنا أسافر أمريكا، أسافر فرنسا، أسافر تركيا، يبقى دي السياحة خارجية. يبقى تنقسم السياحة عندي إلى سياحة داخلية ودي بتكون داخل الوطن، أما السياحة الخارجية بتبقى خارج الوطن. إيه أهمية السياحة؟ وده سؤال، بما تفسر أهمية السياحة لمصر؟ طبعا السياحة بتساعد على زيادة الدخل القومي، وكمان بتوفر فرص عمل للشباب. ده سؤال مهم، السياحة مهمة لأنها بتوفر لنا فرص عمل للشباب وبتزيد من الدخل القومي. طب إيه واجبنا نحو السياح والمناطق السياحية؟ واجبنا طبعا ان احنا نحافظ على المناطق السياحية وعدم تشويهها سواء بالرسم او بالكتابة عليها. كمان واجبنا نحو السياح ان احنا نعاملهم معاملة حسنة تعكس طبيعة الشعب المصري الكريم ونحسن مضايفتهم. يبقى واجبنا نحو السياح ان احنا نعامل السياح معاملة حسنة ونحسن ضيافتهم، اما المناطق السياحية نحافظ على نظافتها وعدم تشويه المناطق الاثرية. جهود الدولة لتنمية السياحة، وزي ما قلنا في أول درس معنى التنمية هي زيادة، هي عملية تهدف إلى زيادة السياح وزيادة أعدادهم وتطوير المناطق السياحية. طب الدولة بتعمل إيه علشان تنمي السياحة؟ بتنشئ العديد من القرى السياحية والفنادق، تهتم بنظافة المناطق السياحية، بتوفر للسائح وسائل النقل والمواصلات والاتصالات طبعا علشان يقدر ينتقل من مكان إلى آخر ويقدر يتصل بأهله ووطنه. كمان بتوفر الأمن والأمان للسائح خلال رحلته علشان يقدر يشعر بالاطمئنينة. توعية المواطن بآداب التعامل مع السياح. آخر سؤال معانا في الفيديو اللي هستنى إجابتكم عليه سنة رابعة، من العيون المائية التي تستخدم في علاج الأمراض نقط بسيناء. هستنى إجابة السؤال ده منكم يا سنة رابعة. وكده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، أتمنى إن يكون الدرس سهل وبسيط عليكم وتكونوا فهمتوه. هتوحشوني.